ما تردد عن توقيف عدد من الضباط في محاولة إنقلابية. ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا محي الدين جبريل. محي، تفضل، ما هي التفاصيل؟ داليا، حتى الآن المعلومات التي تتواتر في هذا الملف لم تصدر عن مصدر رسمي، ولكن تحدثنا مع شخصيات لها ارتباط بالمؤسسة العسكرية، وأكد لنا مصدر عن أنه تم توقيف 5 ضباط حتى الآن، لكن لم يتسنى لنا التحقق ما إذا كان توقيف هؤلاء الضباط بسبب ما أشيع عن محاولة انقلابية أم هو لشيء آخر. حتى الآن لم يصدر أي شيء من المؤسسة الرسمية، سواء كان وزارة الدفاع أو المجلس العسكري أو أي جهة رسمية أخرى تؤكد هذه الأنباء التي تتوارد عن وقوع محاولة انقلابية يوم أمس الأول. هل عرفت شخصيات أو رتب هؤلاء الضباط محيي؟ حتى الآن لم يكن هنالك، لم يتسنى لنا التحقق من رتب من تم توقيفهم. عملية التوقيف هذه هي مصادر تحدثت لنا، ولكن لم يكن هنالك مصدر رسمي بعد أعلن عن هذه المسألة بصورة رسمية. داليا، ربما هذه هي ليست المرة الأولى منذ سقوط النظام السابق التي تتحدث فيها الأوساط عن محاولة انقلابية تمت أو ستتم. وهنا لي سؤال محيي، ما الذي يبرر في هذه الناحية؟ يعني كيف يفسر المراقبون كون هذه المسألة أشيعت أكثر من مرة؟ عادة ما ترتبط يعني أنباء وقوع محاولة انقلابية في مراتها الثلاث حتى الأخيرة عندما تتصاعد الأمور لتصل إلى نقطة معينة أو عقدة معينة. في مرات يقال إن من يحاولون أو المحاولة الانقلابية هم ضباط ربما مقربون من النظام السابق وما إلى ذلك. عموما جميع الحالات التي أشيعت فيها هذه الأنباء كانت أصابع الاتهام، على الرغم من أنها من غير مصادر رسمية تتحدث عن ضباط ينتمون لمؤسسة الحركة الإسلامية أو لديهم ارتباطات مع النظام السابق. ولكن طيب، كما أسلفت لك ذلك، تكون جميعها أنباء يعني غير مؤكدة من جهة رسمية. محيي، لي سؤال أخير لو سمحت. هل ربط بين ما حدث الآن وبين الإقالات التي حدثت للضباط قبل يومين تقريبا؟ هنالك مصادر تحدثت عن مسألة الإقالات الأخيرة، لكن الإقالات يعني ربطت هذه الخطوة بالإقالات الأخيرة، لكن هذه الإقالات تمت قبل نحو 4 أيام، بينما الحديث عن محاولة انقلابية قيل إنها كان يمكن أن تحدث أمس الأول. هذه الإقالات الأخيرة للضباط داليا، ربما هذه هي الكشف الثاني تقريبا لإقالات في مؤسسة الجيش أو جهاز الأمن والمخابرات منذ سقوط البشير. خرجت دفعات لإقالات لضباط ربما كانوا من المقربين بصورة بارزة للحركة الإسلامية أو يعني من الذين دافعوا عن مؤسسة الحركة الإسلامية أكثر من دفاعهم عن المؤسسة الأمنية، وأصبحوا وجوها يمثلون الوجه الإسلامي أو الأيديولوجي للنظام السابق داخل المؤسسات الإسلامية المؤسسات الأمنية. شكرا جزيلا محيي، سنبقى معك طبعا في ضوء أي جديد حول هذا الخبر. مراسلنا من الخرطوم محيي الدين جبريل.